تتبت مع لاكارت ديالها ويقول لها بلاش لاكارت هذاك ساكت فيه. ملي وليت لاكارت ديالي قال لي انزل زيد الاستاذ حل الساك صافي جوج كيلو ديال الحشيش. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر القناة على هذه الفرصة لأنها ستكون فرصة للحديث عن تجربة من تجارب المهمة التي تعيش الإنسان، وفيها نصيحة وموعظة الناس ما يبقاوش ياخذوا المظاهر كمرجع للثقه، لان الثقه هو المقدر كل لا تصدر الا من الانسان اللي فيه الخير، اما فاقد الشيء لا يعطيه لما فيه الخير راه تيدير هذه المسائل اللي غادي نوصلوا ليها. انا محمد الراشديه باحث على عين واحد المساله وقعت غريبه من نوعها، هي غادي تظهر كاننا عادية ولكن هي راه غريبة إلا شنا نظنونا غريبة. شي مرة كتبت في الدار عندنا في البلاد، وفي الصباح مع شي 8:30 خرجت وصلت لخريبكة ستاسيون ديال ليسانس باش ندير المازوط. جا عندي واحد الراجل تقريبا عنده 50 سنة بواحد اللحية والجلابة ودير واحد ومعه واحد المرأة حتى هي لابسة واحد الجلابة وكذا وسمو، وهذيك المرة تدير تتوجع بحال تتوجع وداك الشيء. وجي لعندي قال لي السلام عليكم السلام. قال لي واش غادي سيدي للدار البيضاء؟ قلت له غادي للدار البيضاء. علاش؟ قال لي هذيك السيدة عندي راه عندها واحد الموعد مع الطبيب مع 11، ودابا قال لك حنا عندنا الطوموبيل وخسرت لنا ودابا حصلنا هنايا. من الجانب الإنساني ما خصكش تخليهم، والسيد حتى هو تيبان كذا. طلعوا طلع حدايا، طلعت هي اللور عندهم واحد الساك صغير عي صغير حطات وحداها جايين. يالله وصلنا الفيني وما يقفونا جدارمية. انا ما لان المحكمة انا ما عندي اسمه ما عنديش مشاكل مع جدارمية كاع. ملي وقفونا دار بحال هكذا هو بغى يقول لي الوراق، هو يشوفهم هو يقول لي اجي اجي اجي. دار الجدار من الاخر شار ليه بهكذا، ها هو يدور الجدار من الاخر للجهه ديال المومه هو يوقف. قال له لاكارت ديالك ما طالب لاكارت. قال له لاكارت ديالك؟ قال لا شدي. قال له مرتي؟ قال لي هذه على لاكارت ديالها. ما تتبت مع لاكارت ديالها ويقول لها بلاش لاكارت هذاك ساكت فيه. قالت لي شي حويجات وشي دواء وكذا، ولكن راه ماشي ديالي. قالت لي انا قلبت راه ماشي ديالي. قال لي ديال من؟ قالت لي ديال مول الطوموبيل. هاي اللي قال لي مول الطوموبيل غادي يكون دايره في الكفر. قالت لي لا راه ديالو سيدي راه هو اللي كنحطو هنايا. وبدات قال لها نزلي نزلي ويجي لعندي. قال لي استاذ نزل نزل. ملي وليت لاكارت ديالي قال لي نزل زيد استاذ حل الساك صافي جوج كيلو ديال الحشيش. هادي يعني خطيره جدا، ولينا في المشاكل. عيطوا لسمو قال لي واحد السيد كذا كذا كذا. قال لي ما تنظنش هذاك النوع غادي يدير الحشيش، راه ديال هذوك وداك الشيء. وما يبوانتيو صابري وشرشي. قال لي يا استاذ غتمشي معنا لابريكان تنتحقوا من المساله. قلت له هي دابا راه قلنا راجعين ونمشي لابريكان. من حسن الحظ كوموندون دو بريكاد كان تيقرا معايا صاحبي من البلاد. دخلنا قلت له اللي كاين اللي كاين هو يدخل لعندهم. قال لي ماشي حشومة عليك والو بحرام، جهزكم ودرتو كذا ودرتو لي هاد المسألة. ضغطوا عليهم ويقول له ودي راه هادي هي باش الطريقة باش ندوزو، راه دائما تنديروها وكذا تنفلتو.
وقال لي هذه المرة ما فلتشوش. علاش حكيت أنا هذه المسألة؟ الناس كيف ما بغى يكون، وهذا الشيء اللي سيوقع في المجتمع دابا حاليا، قد يدير الوليدات تيخطفوهم تيغتصبوهم، والرجال اللي تنصب عليهم بهذه الطريقة تنصب عليهم. إذن أشنو اللي خصنا نديرو؟ أولا قبل الليسي غنشير واحد الإشارة هنا، ولو أنها راه أي إنسان تيصلي وتيتقى الله وتصلى الفجر ديالو راه يضل في مأمن من الله، راه هذيك هو التأمين ديالو لذاك النهار، غير النهار مصلي الفجر ما دير الشكر الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى حشومه باسمه وخرجنا منها سالتين. مشينا في العشية مشينا للمحكمة، دخلت قال لي دخل الوكيل، دخلت قال لي استاذ اش فيك، قال لي كثير دابا واحد المشكله استاذ، دابا هاد السيده كون وقعت ليه شي حاجه ومريضه ولينا ثاني متابعين بعد تقديم مساعدة لانسان في خطر. قلت لي راه انا هاد الشيء، وخرجنا منها سالمين، وتنتمنى ان هاد التجربه ياخذوها الناس عبره. راه الانسان اللي بغى يدير شي خير خص يكون يعرف فين غادي يديرو، اما لو بغى يصدق يصدق على اي واحد كيما بغى، راه تيقصد وجه الله يحصل وجه الله. اما باش يدير شي حاجه اللي غتكون فيها عندها علاقه ولا شي حركه خاصو يتحرك مزيان. وفي اخيرا اتمنى من قلبي الخالص باش يستر الله هذه الامه ويهدي الشباب بخير ما يرضاه الله وعليم سبحانه وتعالى. وشكر للقناة، وتنتمنى هذه تكون عبرة للناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.